نتحول الآن إلى زميل هاني موعد، وماذا لديك هاني؟ نعم الزملاء الأعزاء، معنا الآن نادية الزعبي الإعلامية الأردنية، مذيعة وأيضا دعينا نقول إنفلونسرز بنفس الوقت. اليوم الجمع بين مذيعة وإنفلونسرز، من أعطاك دعينا نقول الشهرة اليوم؟ هل هي السوشيال ميديا فعليا اليوم هي من تصنع النجوم أكثر من التلفزيون باتت؟ نعم، هلا أنا مصرة وسأبقى بأنه الإعلام هو اللي خلق لي هويتي الإعلامية، هو اللي خلى الناس تتعرف علي، ولكن لا يمكن أن أنكر فضل السوشيال ميديا في الإكسبوجر، لأنه السوشيال ميديا هذا العالم الرقمي خلانا عبارة عن أشخاص نجوم، ولكن للأسف بطلت تميز بين النجم الحقيقي والنجم اللي هو من ورق. أتمنى أن أكون من النجوم الحقيقيين، والإعلام يمتاز بصلابة الصناعة، وأنا من صناعة الإعلام، فقد ما السوشيال ميديا راحت وإجت وقد ما سيطرت وهيمنت، أنا لن أقول بأنني سأتركها في الخلف، لا، I will be always a new adapter، لأنه هذا هو واقع الحال، ولكن سأبقى أنتمي إلى الإعلام دائما وأبدا. نعم، نادية قدمت تجربة فريدة، تلفزيون وبنفس الوقت راديو وبنفس الوقت سوشيال ميديا، هذه الجمع ما بين الثلاثة لمذيع ولمقدم، هل أنت هل يعني هي التي أنت استفدتي منها؟ هل ممكن نقول بالعامية حرقتك نوعا ما، ولا كيف بتشرحي لنا هذا الجمع اللي صار من خلال البرنامج اللي بتقدمي، كان عم بتقدم على الراديو بنفس الوقت وعلى التلفزيون بودكاست وتلفزيون وسوشيال ميديا؟ أنا ما بشوف فيها أي نوع من الحرق، بالعكس أنا بشوف فيها نوع من التكاملية. أنا بلشت كمذيعة مذيعة راديو، ولليوم باي ذا واي أعترف لك، لليوم أنا عشقي الأبدي للراديو، للإعلام المسموع. انتقلت بعد ذلك إلى الإعلام المرئي، بعدين إجت موجة السوشيال ميديا، فأنا بنظري في تكامل. أنا من الأشخاص اللي بس أحس إنه أنا بلشت أنحرق بوقف. مثلا هلا انا عم بكون انتقائيه جدا في المقابلات اللي بظهر فيها، لانه بتعرف يعني الحمد لله عم بيشوفوا تقدم، عم بيشوفوا انه انا استحق اني انا اكون موجود.